السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل اخواتي وحبايب قلبي اللي متابعيني جوا مصر وبرا مصر. اصحى يا غاوي، الرجالة رجالة الأردن ومصر والوطن العربي اللي طلبوا مني أتكلم على الدجاج الألماني، بلد الأصل أو البلد المتفوقة فيه هي الأردن. وتحياتي لأهل الأردن، عايزك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد أول بأول. رجالة الأردن هم أكتر ناس طلبوا مني يا مملكة كلمنا على الدجاج أو الجاج بقى بلهجتهم أهو إخواتي. الجاج الألماني. الجاج الألماني يا جماعة ده بيجيلنا بشكلين، منه الشكل اللي قدامكم ده اللي هو منقاره رفيع وطويل، تمام، وراسه عريضة وبلغد صغير كده مش كبير، والفرخ ارتفاعه عالي. بيجي منه فصيلة تانية الفرخ أعرض ولكنها مش عالية قوي، بس دماغها أكبر ووشها كشر زيادة عن اللزوم. عايز أقولك إن دمت لسه أول شغلهم، تمام، يعني ما هماش كبار في السن. كل ما الفرخ يعتق بيبقى إيه، يحلو وشكله يبقى صفاته أجمل وأحلى، علشان كل ما بيكبر كل ما ايه الوش بيلحم والدماغ بتعرض والجتة بتعرض وكده. فرخ كبير، انت هتجيب الشباب زي الراجل الكبير؟ لا طب، فده اللي قدامكم حاجات شبابات ألماني. الألماني بيجي منه بابين زي اللي هيظهر قدامكم ده، يبقى اللي في الفيديو ده باب، والباب التاني اللي قدامكم في الصورة ده بيجي منقاره قصير، تمام، عينه بيضة او حمرة، تمام، بلوزة، الفرخ عريض ممكن ما يبقاش عالي قوي ولكنها فراخ مميزة جدا. ما شاء الله حاجات جميلة، ربنا يبارك للجميع. وده كان توضيح بسيط جدا لمواصفات الجاج الالماني. الجاج الالماني جاي معاهم بمخاط الصدفة على فكرة، بقوا الوقت بيدخلوه في الاردن على الدجاج الحجازي، يعني تلاقي المربي الاردني مركب مثلا دجاجة ألماني على ديك حجازي أو العكس كذلك. فنصيحة لأهل الأردن، خلي الألماني مع الألماني وخلي الحجازي مع الحجازي وخلي كل سلالة مع اللي زيها، وبلاش خلط في السلالات. أنا عارف إن انتوا حابين تطلعوا طفرات وحاجات مميزة وسلالات مختلفة، ولكن انا شايف اما يبقى الحجازي حجازي والالماني الماني هيكون افضل، لما نعمل هيكون افضل من ما نعمل ماكس من النوعين على بعض. دي نصيحتي لكم وتحياتي لكم جميعا. ويا ريت لو حد بيتابعني حاليا من اللي بيتفرجوا على الفيديو من الاردن، عايزك تضغط اللايك جميل وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتكتب لي انت منين، سواء انت من الاردن او من خارج الاردن او من مصر او من خارج مصر. وتحياتي لكل راجل وكل ست تقدر تعمل السلالة دي كمشروع، او الفراخ الهندي بشكل عام تقدر تربي كمشروع او تربيها للاكل. الفراخ دي بتتاكل عادة على فكرة، ولكن غالية يا جماعة. ملحوظة بقى، الدجاجات ده انا مركب لها دبل وخلاخيل في رجلها، فهي خايفة منها لسه. ليه؟ انا مركبها لهم ويما كبار كده، مش من زغر وطالع متعود على الخلخال والدبله في رجلي. فتحياتي لكم جماعه، اشتركوا في القناه علشان يوصلكم مني كل جديد، وقولوا لي عايزين اعمل لكم فيديوهات عن ايه تاني. كل يوم هنزل لكم فيديو جديد، محتاجين ايه؟